المعالي السامية للإنسانية، السلام والأمن والاستقرار لشعبي المنطقة في منطقة الشرق الأوسط والقدس بخصوص، على اعتبار بأن القدس هي ملقى كل الديانات السماوية ويجب أن تكون دائما كذلك. مرحبا. اليوم المنتدى الاقتصادي البرلماني لدول البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي الذي ينظم لسنة ثانية على التوالي بمدينة مراكش، هذه السنة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أعتقد بأنه فرصة للتداول في كيفية التكامل الاقتصادي بين كل هذه الدول. والمواضيع التي تطرح اليوم سواء تعلق الأمر بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، سواء تعلق الأمر بدعم الريادة، سواء تعلق الأمر بالطاقات المتجددة، هي كلها مواضيع مهمة أولاً في الحاضر ومهمة في المستقبل. مهمة في الحاضر فيما يخص أنها مجالات يمكن الاعتماد عليها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان، في فرص الشغل، ولكن أيضا أعتقد بأن الطاقات المتجددة هي ضرورة للمستقبل الإنسانية على هذا الكوكب، والمغرب رائد في هذا الميدان، خاصة إذا علمنا بأن المغرب التزاماته الدولية هو سنة 2030 نكون على 50% من الطاقات المستعملة هي طاقات نظيفة، 2050 نكون 100% من الطاقات النظيفة. الطاقات النظيفة طبعا هي الطاقة الشمسية والريحية وكذلك الهيدروجين الأخضر. سنعرض التجربة المغربية عبر خبراء مغاربة في هذا الجانب، سيتم عرض كذلك مجموعة من التجارب فيما يخص الريادة، فيما يخص المقاولات الصغرى المتوسطة للعديد من هذه البلدان اللي هي 34 دولة الحاضرة معنا اليوم، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات الدولية المهمة جدا والمؤسسات الجهوية وكذلك القطاع الخاص. نحن جد فرحين أيضا بأنه الاتحاد المقاولات المغرب CGM هي كذلك عضو وشريك في هذا المنتدى الاقتصادي، وهذا أيضا يدعم حتى ريادة الأعمال المغربية. هذه الميزة تطبعها أولا بتسليم جائزة التميز في الأعمال الإنسانية لجلالة الملك محمد السادس، وأعتقد بأن تسليم هذه الجائزة هو اعتراف بالمكانة التي تحظى بها المغرب المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة على مستوى دعم السلم والأمن الدوليين، ولكن أيضا وهو الأساسي على دعم الجانب الإنساني خاصة في النزاعات وفي الكوارث. وأعتقد بأنه ما يجري حاليا في فلسطين، ما يجري في غزة، موقف جلالة الملك حفظه الله من دعم مباشر لساكنة غزة ودعم كذلك مستمر منذ تولي صاحب الجلالة مقاليد الحكم في هذا البلد الأمين، هو كذلك تعبير عن دعم حقيقي للإنسانية في القدس، ودعم كذلك للسلم ومنطقة الأديان الثلاث اللي هي القدس الشريف، والتي هي جزء أساسي أولا من كينونة المغربية ولديها أيضا موضع خاص لدى جلالة الملك. وأعتقد بأنه هذا التتويج اليوم هو تتويج لكل المغاربة، ولهذا الدعم المغربي لا متناهي للقدس. خصص الاتحاد البرلماني للبحر الأبيض المتوسط جائزة التميز لهذا العام لشخص جلالة الملك حفظه الله دعما واعترافا بجهود جلالته المقدرة لنصرة القضية الفلسطينية والقضايا الإنسانية العالمية من خلال المسارين، مسار السياسي القانوني الذي تطلع فيه وزارة الخارجية والدبلوماسية المغربية بدور مقدر، ثم من خلال أيضا العمل الاجتماعي الميداني لوكالة بيت مالك الشريف على أرض القدس. وهذا الاعتراف كان أيضا مجسدا في جائزة خاصة منحها الاتحاد للوكالة، اعترافا أيضا بما تقوم به في تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة لدعم سكان المدينة المقدسة حتى يعني نساعدهم على تجاوز التحديات اليومية التي تواجههم جراء التحولات العميقة التي تشهدها المنطقة برمتها وفلسطين خصوصا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.